الاسم إيليا، معنى الاسم إلهي هو يهوى، الخدمة نبي وصانع معجزات، الصفات كان مخلص في إيمانه وكان أكثر أنبياء إسرائيل شهرة وظهور، المميزات لم يمت لكن أخذته مركبة من خيل ونار للسماء، كمان نبأ ببداية ونهاية 3 سنوات من الجفاف. استخدمه الله في إقامة صبي من الموت، كمان ظهر مع يسوع وموسى عند جبل التجلي. المرجع ملوك الأول والثاني وإنجيل متى. لتحضروا فيديوهات أكثر من عالم فتفوتة اكبسوا هون، ولتشتركوا بالقناة اكبسوا هون.